القائد الميداني سيد الطاهر بن غربية يحدثنا عن آخر التطورات الميدانية. مرحبا بك سيد الطاهر. مرحبا بك وكل من يستمع ويشاهد إلى قناة التنصح التي تتابع الجديد والجديد في عملية بركان الغضب وحول محاور القتال. نعم أخي. مرحبا بك سيد الطاهر. نعم سيد الطاهر، إذن محور الرملة شهد اشتباكات متقطعة هذا اليوم، ما هي آخر التطورات والمستجدات؟ طبعا محور الرملة من يوم أو الأمس طبعا البداية كانت من أبطالنا، حيث هناك تمركزات للعدو. هذه التمركزات طبعا تقدمنا نحوها، ومنها من تم السيطرة عليه، ومنها إن شاء الله إحنا نشتغل على أن إحنا نحاول أن نسيطر عليه بإذن الله، سوف أحاول نسيطر عليه زي ما سيطرنا على هذه المواقع. العملية كانت في بدء قصف بالمدفعية الثقيلة لبعض تمركزاتهم، ومن ثم بدت عملية التقدم على الأرض، ولله الحمد تم السيطرة على بعض المواقع. اليوم اللي بعده طبعا هو كان يوم أمس. يوم أمس كانت شباكات قوية من بداية الصباح. طبعا العدو استخدم الأسلحة الثقيلة، وكانت هناك دبابة. هذه الدبابة كانت تقوم برماية وعلى بعض الأهداف ولا بعد، وتحاول أن تصيب بعد مواقع وتمركزاتنا، مواقعنا وتمركزاتنا، ولكن سرية الكورنيت كانت جاهزة وتم اقتناص هذه الدبابة، وتم ولله الحمد تم تدميرها بالكامل. أيضا تدمير بعض الآليات، وأيضا كانت هناك خسائر في الأرواح. أيضا تم القبض على العديد من الأسرى، وأيضا هناك بعض القتلى. كانت بصراحة سواء في محور غملة وملصق لنا محور طويشة مباشرة، كانت هناك عمليات عسكرية لأجهزتنا بعملية بركان الغضب. كانت هناك أمور طيبة في ذلك اليوم. اليوم طبعا كانت مدفعية بركان الغضب كالعادة تترصد تجمعات العدو، ومن ثم تقوم بضرب هذه التجمعات. اليوم الخبر اللي كان حلو على الجميع بالكامل، وممكن الجميع سمع هذا الخبر، هي أن اقتنصت مدفعية بركان الغضب مجموعة من السيارات، أربع سيارات مسلحة مع تايجر. طبعا تم ضربة، كانت ضربة مباشرة ولله الحمد، وتم تدمير أين السيارات. أين في أي محور التايجر بالكامل؟ نعم في أي محور تم تدمير هذه السيارات؟ هذا في ما بعد محور الرملة، في نحكي لك كلها في العمليات القتالية في محور الرملة، وكانت الأمور طيبة. نبي نقول للناس بالكامل ما يحدث الآن من التواصل الاجتماعي وبعض القنوات اللي تقول إن الكنيات انسحبوا ما انسحبوا، والله إحنا ما يهمناش إنهم ينسحبوا أو ما ينسحبوش. إذا كان انسحبوا ممكن هم طبعا جنبوا أولادهم أن يكونوا في صناديق الموتى أو في يكونوا في ثلاجات الموتى مثل بقية أصدقائهم اللي عندهم من لم يتم استلام جدهم، وإن كانوا من سحبوش والله الشباب قاعدين والرجال قاعدين بإذن الله تعالى سوف يكون مصيرهم الهلاك. لأن احنا شوف قواتنا لله الحمد لهذه اللحظة بدون أي غطاء جوي، بدون أي غطاء جوي، وهم لم يستفيدوا من الغطاء الجوي، ولم يستفيدوا من الدعم بجميع أنواع الأسلحة. هم جميع أنواع الأسلحة جابوها. شوف بالكامل هذه القوة العسكرية اللي جابوها، جابوا المرتزقة، الروس، الجنجويد، قوات خاصة شادية، عدل مساواة، ولكن وجدوا رجال صامدين، لأن احنا على الحق بإذن الله تعالى، ومن معه الحق بإذن الله ربي سينصره. واحنا والله شباب مجهزين، لدينا قوات والله ما شاء الله تبارك الله احتياطية، وماضيين احنا بإذن الله تعالى. وإن كان إذا انسحبوا ما انسحبوش، أراني نبي نبيش نركز على الإعلام واجد بالذات اللي طيب. انسحبوا أراه يا أخوي، نبي من خلال قناة التناصح نبي نقول لكم أراي العملية هذه دراها وين. في برنامج بنوليد بعد قالك تم خطف مجموعة من بنوليد وسكروا، هذا كله راهو يدور في غمات العيون لكي معناه احنا نغض النظر على منطقة بنوليد اللي قاعد تتصرف المرتزقة والآليات وكل شيء في تلك اللحظة، ويهمونا انهم هم سكروا. لا نقول لأني سوى تنسحب والله ما تنسحبش، رانا احنا بصراحة قواتنا قدمت عمل كبير جدا في محور الرملة، والله دمرنا من الآليات ومن الجثث ومن الجنجويد ومن بعض المرتزقة. راهو نقول لك حاجة يا أخوي،
احنا طبعا كانت اصاباتنا تعرف ان مرتزق قاروز دائما في الصفوف الخلفيه مع الهاوزر، هالايام دمرنا هاوزر حتى هو. طبعا في احنا متاكدين ان اصبنا عدد كبير من مرتزق قاروز، ولكن عارف انهم في الخطوط الخلفيه اكيد تم سحبهم او نقلهم، زي ما تم اصابه بعض القوات المصريه في محور سوق الخميس الساحل، بالذات في الفتره اللي تم اصابه قادة مصريين معروفين، ونقول لهم تجيبوا المصري تجيبوا الروسي بتجيبوا الجنجوي اللي بتجيبوه بإذن الله تعالى سوف يتم القضاء عليه، أمورنا طيبة في جميع المحاور. هناك مناوشات في بعض المحاور الأخرى، الجميع جميع التبات قاعدين فيهن. نبي بصراحة والله في خبر قاعد نضحك أنا أو لمس بعد قنواتهم، قالت احنا الان قواتنا تصل الى كوبري السواني. والله العظيم لو كان وصلت كوبري السواني احنا حنروح بك هاي بطائراتكم وبمدافعكم بالروش متاعيكم بالليزر وبكل شيء، اذا انتم توصلوا كوبري السواني احنا بنسيبه لكم باذن الله. راي معنويات الشباب مرتفعه، ويحييكم ويحيي قناه التراصح بصراحه اللي دايره جهد كبير انها تنقل الاحداث اول باول، ولجميع العاملين فيها نقول لكم شبابكم ولادكم نعم من الجيش الليبي. نعم سيد طاهر، مسانده بركان الغضب، رانا جاهزين وامورنا طيبه ان شاء الله. نعم أخوي. سيد طاهر، لدي سؤالين فقط، يعني اتمنى ان تجيبني عليهما باختصار. ذكرت او اشرت الى الاخبار التي تشير الى او تذكر او تتحدث عن انسحاب لقوات من ترهون من محاور القتال، انتم لم تتحققوا من هذه الاخبار ام تم التحقق منها؟ احنا ما تحققناش منها، لان احنا بصراحه هناك امامنا عدو نشتبك معاه بصراحه، والاغلبيه يا اخوي غالي نشتبك الاغلبيه، ونقول لك انا تو بدايه القتال كاين الاغلبيه الشراقه من الشرق كي من الاخير، الاغلبيه الساحقه اللي تم قتلهم او اسرهم كانوا شراقه، بعد تالي بدا خليط بين الشراقه وبين التشاديين والعدل المساواه، بعد تالي بدت تطلع قوات ترهونه والمناطق اللي جنبهم معناها زي ما نقولوا الشفانه مثلا النشاشيه، بعد تالي اصبح اللي جينا في محاور القتال الاغلبيه الساحقه انهم هم الجنجويل هذول باي، حتى بعد تشد تكون اعداد بسيطه منهم الليبيين سواء من ترهونه او من الشرق، ولكن الاغلبيه الساحقه هم الجنجويد. في الفتره هذه قوات واجده تم تدميرهم وقتلهم الجنجويد، هم ما يحسبوش فيهم على فكره في عدد قتلاهم بعد يذبوا فيهم او حتى اذا كان سموهم هم مش معدين عليهم بالاصل، ولكن الاغلبيه راهي قوات افريقيه، ولكن نقول لك نعم اتضحت الفكره، ما ينسحبوش راهي احنا جاهزين باذن الله. نعم طيب هذه واضحة. أيضا في محور طريق المطار، يعني هناك أخبار تتحدث عن تدمير 5 آليات لميليشيات مجرم الحرب حفتر، كيف هي الأوضاع في محور طريق المطار؟ محور طريق المطار الأوضاع طيبة، أنتم عارفين محور طريق المطار طبعا هم بنقول لكم رأي منطقة الكازيرما، هذه طبعا باتجاه الكازيرما، المنطقة هذه نصبين فيها أكثر من منصة جرات ونصبين فيها أكثر من منصة تعاون، مجرد ان قواتنا معناها تقرب منهم هم طبعا نراي هم الهجوم عليهم على فكره يستنجد الطيران مسير ومنطقه مفتوحه بصراحه، اذا انت انكشفت في المنطقه هذه معناها الطيران ستكون سيد سهل للطيران المسير قبل انك تكون قبل ان هم يمطوها حتى بالقذائف الهاون والواحد، لكن احنا قعدنا نستعملوا في الاسلوب نتاعهم هم نخلوا فيهم يتقدموا، اول ما يتقدموا يتم ضربهم سواء بمدافع الهاوزر او بالمدفعيه، وبعد تالي نكملوا عليهم طبعا بباقي سواء بكتيات او بجيات او ايضا اذا كان هدف باي بالذات التايجرات تكون هدف لسريه الكورنيت، وبصراحه احنا دايرين فيهم استنزاف كبير جدا. انا والله نستغرب بعض الناس حتى بعد يسالوا فيا يقولوا نقول قسم بالله كميه الاستنزاف فيهم هم سواء في الذخيره نتاعهم او في عرباتهم او في اللي جيبوا، حتى المرتزقه راهو جايبيننا بفلوس ومكلفهم، وحتى ان كان جابوه راه بعد يموت هذا الحي اثر عليهم، وباذن الله راهي عمليه استنزاف كبيره جدا. نوعد الشباب باذن الله تعالى والناس راح نقول لك عبر قناتكم الايام القادمه سوف تكون باذن الله ستنقلب الموازين انقلاب كامل حتى على مستوى الطيران باذن الله تعالى، باذن الله اذا وفقنا ربك حتكون هناك موازين حتنقلب بالكامل، وحتى لو بلا طيران باذن الله تعالى احنا والله الجو هذا بصراحه مع انه حيكون
حتكون درجة الحرارة حتكون معنا بصراحة برد شديد علينا، ولكن نراجو فيه باش نحن نتقدموا، لأن عارفين العدو سيكون بدون طيران مسير لا شيء على الأرض، حتى في وجود المدفعية متاع الليزرية وما يستخدم من أسلحة نوعية حديثة، ولكن نقول لكم والله لا شيء أمام تقدم الأسود، أمام تقدم قوات بركان الغضب من أبطالكم من تواركم من ناسكم من أبطال 17 فبراير، من يؤمن بالقضية من يؤمن بالوطن وليس من يعبد الأشخاص.